يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم النهارده في حلقه جديده من برنامج جه وقتك، ومعانا ضيوفنا الغاليين. احب اقدمهم وارجع احكي معاكم كده كلمتين وبعد كده نبدا في موضوعنا. طبعا معانا ضيفنا الغالي علينا كلنا، ودي مش اول مره طبعا، هو واحد من ضمن فريق جه وقتك. معانا النهارده جناب القسيس جرجس كامل. اهلا بيك يا جناب القسيس. اهلا بيك يا ابونا. اهلا بيك، منور المكان وربنا يباركك. يعني بركه لي ان اكون معاكم النهارده ومع كل اخواتي المشاهدين. القسيس جرجس من خدام الجمال اللي ربنا بيستخدمهم في نهضات كتيره قوي يعني حول العالم، عشان كده النهارده احنا مبسوطين جدا ان يكون معانا. ومعانا كمان والاول مره في جه وقتك معانا الاخ رامز بخيت. الاخ رامز بخيت في لغه الاشاره، طبعا اكيد حضراتكم واخدين بالكم، موجود معانا على الشاشه. طبعا الموضوع بتاع النهارده من الحاجات الجميله قوي، نجاتكم تقترب. طبعا كلنا بندور امتى الفرج، امتى نخلص، امتى الحكايه تتحل. زهقنا. انا سمعت ناس كتير قوي يا قسيس تقول كده، زهقت خلاص، يعني اتنقل من الكنبه على الكرسي، ومن الكرسي على الصاله، ومن الصاله على الاوضه. على واحد قال لك يعني ايه، انا باخد من الاوضه اروح المطبخ وبقى في النص ترانزيت في الصاله، فيعني عارف ما فيش حركه كتيره يعني. كتر خير الناس للامانه، يعني برضه علشان نبقى صادقين انه كتر خير الناس، انه الوقت مش سهل على الناس. فعلا بجد عايزين نتكلم باستفاضه شويه في شويه حكايات كده يعني. اعزائي المشاهدين الكرام، انا استاذنت من جناب القسيس اخد منه دقيقه حبيبي من وقته، ده وقته هو حبيبي. بس هستاذن في دقيقه، ممكن ينفع يا ابونا؟ اتفضل يا ابونا. طبعا تقولوا لنا ليه انتوا عاملين لغه الاشاره النهارده؟ اكيد حضراتكم هتسالوا السؤال ده. انا يمكن يا ابونا شوف حضرتك، وانا اسف من كلمه انا، سامحني لكن من 26 سنه واحنا بنعمل برامج تلفزيونيه 26 سنه، ولما اتكلمت مع الفريق انها كم حلقه عاملينها لغايه دلوقتي من ساعه ما بدانا التلفزيون، حوالي 1800 حاجات كده يعني. طبعا انا نسيت حتى رقم 1 كانت هي ايه، نمره 1 كده. بس ما تقولناش انك انت كبير كده يا ابونا، يعني 26 سنه. عارف عمري ما فكرت ان يبقى فيه لغه الاشاره في حلقه من حلقات عمري. والا فجاه الاسبوع اللي فات ده ما تفهمش الروح القدس جوايا بدا يحركني، ليه ما نكلمش الناس دي في كورونا؟ ليه ما نحكي لهمش على اللي بيحصل؟ ليه ما نقول لهمش الكتاب بيعلم ايه؟ ليه ما يبقوش معانا يعني؟ اشمعنى هم يعني؟ واخد بالك ازاي؟ فاللي دفعني حاجه هقراها. يعني اللي زقني للحكايه دي حاجه هقراها. ارجوكم من فضلكم يعني ركزوا معايا في اللي انا هقراه. بيقول كده: وفقا لما ذكرته منظمه الصحه العالميه، طبعا منظمه الصحه العالميه احنا كل يوم بنشوفها دلوقتي. في ناس زعلانه منها وناس لا، ما علينا يعني. بيقول لك يعاني 360 مليون شخص عالميا، يعني حوالي 5% من سكان العالم يعانون من فقدان السمع. كمان بيقول بيتعرض 1.1 كده صح مش كده؟ 1.1 مليار شاب. وتتراوح اعمارهم بين 12 ل 35 لخطر فقدان السمع. وفي إحصائية ذكرت أيضا برضو الأمم المتحدة ذكرتها، قالت إن عدد الصم وضعاف السمع عددهم في مصر بيقول حوالي 7.5
مليون نسمة. حاجة مذهلة. ايه ده؟ عدد مش قليل. عدد كبير قوي. يس. طيب فهل دول ممكن توصل لهم رسالة؟ ألف احنا عمرنا ما هنقدر نوصل لل 7.5 ولا حتى 360 دون مليون، ما اعتقدش، ولا 0.1 مليار دول، مش هنقدر. بس احنا عايزين نوصل لكل واحد فيهم دلوقتي برساله ونقول له انت محبوب على قلب ربنا. أيوة. انت غالي على قلب ربنا. أيوة. ربنا قصد في الوقت ده ان يوصل لك رساله ويقول لك انه انت شخص مميز على قلبه، غالي على قلبه. يعني عارف يا ابونا، هم جزء من المجتمع. يس. هم جزء مننا، وجزء من قلب الاب، جزء من محبه ربنا. بالظبط كده. يعني اذا لما اذا تأنى الرب وعشنا وابقانا الرب في الوجود، ما احنا بنتعامل معاهم. Yeah. واذا الرب جه بقى مش هنقابل حد منهم فوق؟ هنقابل 1000% ونقول لهم اذا حرمتم من السمع في الوقت معين، لكن بنعمه الله لن تحرموا انفسكم من الملكوت ومن الابديه، وخبر اروع وألف في المية أنهم في الأبدية مش هيبقوا لا فاقد السمع ولا ضعيف السمع، لكن في الأبدية ربنا هيرد لهم سمعهم. يعني بشرة طيبة بصراحة. نخلع هذه الأجساد زي ما حضرتك بتقول لنا. أمين. فيعني عشان كده النهاردة احنا قصدنا عزيزي المشاهدين نعمل كده. طيب لو أنت متجاوب معانا في الرؤية دي أو في الفكرة دي، مش عايز أقول فكرة، في الرؤية دي أو الاتجاه الروحي ده، بعد اذنك اكتبوا لنا انك موافق، انك بتشجع الحكايه دي، فنقدر نكررها تاني. بجد انا نفسي اسمع منكم في صفحه جواتك، في صفحه الكارما، نشكر ربنا، الفيسبوك بتاع الكارما، تحت امرك اكتب، برضه هيوصل لنا. يعني اكتب قول في صفحه الكارما او عندنا في جواتك او في اي حاجه موجوده عندك، او اتصل عشان نعرف انتوا عايزين كده، حابين الفكره دي ولا ملهاش لازمة. أنا برحب الأخ رامز مرة تانية، رامز بخيت، وأبونا مرة تانية، ربنا يباركك. شكرا يا أبونا، أهلا بك. الأسيس جارك صلب مني ربع ساعة وناخد تليفوناتكم. أمين. ربع ساعة، دون ربع ساعة، ربع ساعة ماشي يا أبونا. جميل قوي. طيب. احنا نفسنا من اول دقيقه بس عشان نشرح الفكره، عشان الناس لما تدخل في مداخلات التليفونيه تبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه، فتقدر تشاركنا. وانا بشجع كمان دلوقتي كل اخواتي اللي قالوا لي انه ما يتشاركوا معانا على يعني في اليوم النهارده، خدام الرب والقديسين اللي عايزين يشاركونا في موضوع النهارده، اهلا بيكم، احنا بنرحب بيكم، ويلكم، تكلمونا وتشاركونا، ده حلقتكم وده يومكم بنعمه الله. مجد للرب. امين. امين. انا متشجع جدا بيك يا اسيس. وانا اكتر جدا يا ابونا، انت حبيبي. امين. يا رب يخليك. الاسيس جرجس قال لي مره عايزين نجيب التيم كله، فاكر في التليفون؟ قلت ليه ما نجيبش التيم بتاع جي وقتك يعني، ونعمل قعده كده مع بعضينا بنعمه الله ربنا يديم في يوم ثلاث كده. يس. يعني ونستاذن من القناه ناخد ساعتين يوميه ولا حاجه زي كده. هم ناس يعني قلبهم حلو قوي. فنعمل كده، وعملنا كده قبل كده وكان الحلقه ناجحه جدا. يس. نعمل كده بنعمه الله، تشجعنا 1000%. امين. طيب نبدا يا ابونا الحلقه. عنوان الحلقه نجاتكم تقترب. يس. طب الاحداث اللي بتمر دي حوالينا والبهدله اللي احنا فيها دي، انا اسف، ايه علاقتها بنجاتكم تقترب؟ هل هناك علاقه بينهم؟ يس. انا الحقيقه واحنا بنتكلم في الاول ده يا ابونا، واحنا بنقول انه النهايه تقترب، نهايه العالم تقترب. عايز احط بس مبدئين مهمين بمناسبه سؤال حضرتك. المبدا الاولاني انه للناس لما بنتكلم على مجيء ربنا يسوع المسيح واقتراب النهايه، ليه الناس بتتخض؟ ليه الناس بتعتبر ده كانه وعيد؟ فعلا ده مش وعيد، ده وعد. يعني الكتاب المقدس لما بس فعلا بيتخض بصراحه. فعلا يعني في ناس لما بنذكر هذا الامر بيتخضوا، كانه ايه ده؟ هو انا حياتي هتتاخد؟ لا، هو مش حياتي هتتاخد، ده حياتي هتستثمر. وعايز اقول لك الوقت ده بصدق من اكتر الاوقات اللي انا قعدت فيها في حياتي هادي مع نفسي وفكرت، وقت زي ما حضرتك بتقول ان احنا موجودين في بيوتنا فبندرس ونفكر ونصلي ونراجع نفسنا، من اكتر الاوقات في حياتي اللي اشتقت فيها المجيء الرب والابديه هو الوقت ده. طبعا هسالك بعد شويه ليه. هقول لحضرتك ليه. يعني بصراحه ليه يعني؟ هقول يعني في ناس دلوقتي قاعده في بيوتها زهقانه، ملت، الدنيا بقت يعني خلاص تعبت معاهم.
لا مش معنى انت يعني ده الوقت ده احلى وقت في الوجود، ربنا صممه علشان نستمتع بيه مع ربنا ومع اسرنا ومع نفسنا. طيب نستمتع بيه مع ربنا ومع اسرنا ومع نفسنا على عين والراس. لكن انا جاي في حته اللي انت قلتها لي مش عايز اسمعها. قلت لي ده بيعلقني بمجيء ربنا. بيعلقني يعني بمجيء ربنا لانه ايه اللي خليت تتعلق بمجيء ربنا يعني؟ لانه الكتاب المقدس بيقول هنا وجع ومرض والم، هناك لا، هنا انا قاصر المعرفه، انا عندي في الوقت ده كم الاسئله اللي بتدور في ذهني اللي ملهاش اجابات رهيب. ومش هيكون لها في الارض اجابات لانه عقل المحدود البشري دلوقتي مش هيحتمل الاجابات ولا يفهمها. لكن بولس قال ساعرف كما عرفت. فلا انا مشتاق لده جدا. فرقم واحد ده مش وعيد لكن ده وعد. عشان كده الكتاب المقدس بيقول ايه؟ بص يعني الموضوع اللي احنا هندور فيه، ونفسي ان اخواتي المشاهدين يكونوا طول الوقت جايبين كتبهم المقدسة وفاتحين معانا الجزء المميز بتاع انجيل لوقا صح 21، اللي لوقا 21 اللي لوقا الطبيب الحبيب يعني خبط انجاز التعبير كلام في الجون عن مجيء الرب وعن الاحداث اللي بتكلمنا عن المجيء والظهور كل ما يقربنا الى النهايه. ففي الجزء الجميل ده بتاع لوقا 21 قال لنا ايه جميله في عدد 32، قال السماء والارض تذولان ولكن كلامي لا يزول. اللي اتكتب ده كوعد من الرب لا يزول. ويجي الرسول بطرس الرسول الثانيه 3:9 ويقول لنا الكلام الجميل ده، يقول انه لا يتباطأ الرب مش عن وعيده، لا يتباطأ الرب عن وعده، هو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فخبر مجيء الرب ده خبر مفرح. طيب معلش مش هقطعك لكن لازم أسأل السؤال ده، لازم أسأل السؤال ده. خبر مجيء الرب يعني أسيس جرجس، بالمناسبة أن حضرتك دارس كلمة الله وخادم على قدي، لا خادم جميل يباركك الرب، هسأل السؤال ده يعني هل مجيء المسيح الرب؟ يعني هقول لحضرتك يا بونا السؤال ده جميل قوي قوي قوي، وبرضه هربطه بالسؤال الاولاني اللي حضرتك سالته. مجيء الرب قرب، وكمان هل الاحداث اللي احنا بنمر فيها دي بتقول انه مجيء ربنا يسوع المسيح؟ يعني دي واحد من الامور اللي بتشكل فكره لينا انه الاحداث دي بتقول ان مجيء الرب قرب. نقف برضه على فكرتين. الفكره الاولانيه محدش فينا يقدر يقول مجيء الرب امتى. لازم نقول الكلام ده بشدة. عندنا أشواق، عندنا أشواق لمجيء الرب، وعندنا أشواق إن احنا نخلع هذا الجسد الفاني، وعندنا أشواق إنه مجيء المسيح يقترب. لكن أنا ما أقدرش أقول إن بعد الأحداث دي أو أثناء الأحداث دي هيجي الرب، لأنه حتى التاريخ بيعلمنا لما جات الحرب العالمية الثانية ومات تقريبا ما يقارب 62 مليون فرد كانوا بيقولوا نفس الكلام. ولما جاء الطاعون اللي بيسموه يعني كان وباء شديد، وباء الاسود، مات 75 مليون، احداث كتير، مات فيها ملايين. الناس قالت اهو الحدث ده اللي بيتكلم على نهايه العالم. لا انا ما اقدرش اقول كده. يعني ما تقدرش تقول ان الكورونا ده بيتكلم على نهايه العالم، ولا انا ولا غيري يقدر يجزم بهذا الفكر خالص. لان الكتاب المقدس بيقول انه لم نعطى ان نعرف الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه. فدي في سلطان الاب 100%. ولكن اللي نقدر نقوله بعد كده ان كل الاحداث دي اللي فيها العالم بيتعرض لازمات شديده، ده اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس في كل اجزائه، انه باقتراب نهايه الايام هنشوف اوبئه وهنشوف مجاعات وهنشوف حروب وهنشوف اخبار حروب. دي كلها بتتكلم على احداث قرب مجيء الرب، كانه المسرح بيعد الى مجيء الرب. خلينا اشارك حضرتك. اذا كان بطرس الرسول في بطرس الرسول الاولى 4 قال انما نهايه كل شيء قد اقتربت من 2000 سنه. فمن 2000 سنه بيقول انما نهايه كل شيء قد اقتربت. بولس الرسول بيقول هذا وانكم عارفون الوقت انها الان ساعه لنستيقظ. فاذا القديسين دول من 2000 سنه قالوا كده، يبقى انا اقدر اقول 100% دلوقتي. انا مش عايز اوقفك كتير. لا فضل. لكن انا افتكر ان ابويا كان بيوعظ، لان ابويا كان قسيس يعني، عن مجيء المسيح. وكان بيقول خلاص يمكن احتمال يوم الاربع ما يجيش. لو وعظ يوم الاحد في الكنيسه يقول لك يوم الاربع احتمال ما يجيش. زي ما بتقول حضرتك وبطرس قال
وبولس قال ومن 2000 سنة. طب إيه الفكرة بقى إن النهاردة نقول ده قرب قوي؟ إيه الفكرة؟ إيه اللي خلاني النهاردة أقول ده قرب قوي؟ كل ما المشهد بيعد أكتر والأحداث بتظهر إنه العالم العالم بيظهر إنه غير مشبع للبشر. يعني تخيل معايا الكلمات اللي بيقولها دلوقتي مثلا حد زي بيل جيتس. بلاش، عايز أقول لك دكتورنا المحترم الجميل مجدي يعقوب بالوصايا اللي بيقولها إنه سقطت أنظمة العالم، سقط اعتماد الناس على المال، سقط اعتماد الناس على السياسة، سقط اعتماد الناس على الصحة. سقط أثروا فيه أو بصراحة مش كده العشرة الجمل دول. لما أشوف كل الأحداث دي بقول إيه؟ بقول يا جماعة قلب الله العظيم الذي لا يشاء أن يهلك أناس عمالك ينادي وبيقول إنه الأحداث بتنتهي، فمن فضلك خد بالك. الله بيقول لك الأحداث بتقربك على مجيء المسيح. أنت في استعداد أو بلغة الكاتب الجميل عاموس استعد للقاء إلهك. طيب لما بتقول لنا حضرتك أن بولس قال وبطرس، هل ممكن تديني بس سنة في سنة تفصيل بسيطة، هل الكتاب المقدس تحدث عن المجيء الثاني؟ سؤال جميل يا بونا، سؤال جميل قوي. عايز اقول لحضرتك وانا بقرا الكتاب المقدس النهارده وانا يعني بفكر في الفكره الجميله دي، اكتشفت وتذكرت مره تاني ان كل كتبه العهد الجديد كلهم بلا استثناء اتكلموا على مجيء ربنا يسوع المسيح. كل كتاب العهد الجديد اتكلموا عن مجيء المسيح الثاني، عن مجيء المسيح الثاني. فالاناجيل اديني بس مثلا الاناجيل نقول كلهم يعني لا سريعا الأناجيل مثلا الأناجيل متى في إنجيل متى 24 أيوة صح اتكلم عن دي فكرها عن دي مرقص 12 تحدث عن مجيء المسيح لقى 23 اللي هنتكلم عنه هنقف عليه اتكلم عن مجيء المسيح بولس الرسول وقف واتكلم كتير قوي عن المجيء بالذات في تسالونيك الأولى 4 تسالونيك الثانية 2 صح أي أحداث كورنثوس الأولى 15 أي روميا 12 كله ده اتكلم فيه على مجيء المسيح. خليني اجي لبطرس الرسول. بطرس الرسول الاولى اتكلم زي ما كنا بنقول نهايه كل شيء قد اقتربت. بطرس الرسول الثانيه اصحاح 3 افرد على حديث طويل عن مجيء المسيح. يعقوب في رساله يعقوب اصحاح 5 يقول فتأنوا ايها الاخوه الى مجيء الرب، ذكر مجيء الرب. وكمان يهوذا اتكلم عن مجيء الرب، و يوحنا الحبيب بقى مش اتكلم، ده أفرد كل سفر الرؤيا هو بيكلمنا على الأحداث الأخيرة واقتراب نهاية العالم اللي ختمه وقال إن الرب وقف وقال أنا آتي سريعا. وشوف من إمتى؟ من إمتى؟ سفر الرؤيا ده من زمان قوي يعني. الله بيقول الأروع كمان من كده يا بونا إنه الكتاب المقدس بيقول إنه ذكر في نبوات العهد القديم 333 نبوة عن مجيء ربنا يسوع المسيح، مجيء الأول والثاني. أنا هيعجبني كلامك بس بالراحة، كم واحد عشان سادة المشاهدين يعرف كم نبوة؟ 333 نبوة. 300 ده حتى رقم يعني سهل يتحفظ. 333 في العهد القديم ذكروا عن مجيء الرب نبوات في العهد القديم ال 333 نبوة دول بيتكلموا عن مش بس مجيء الرب الأول اللي فيه جاء ربنا يسوع المسيح مات وقام، لا في كمان نبوات بتتكلم على مجيئه الثاني وعن الأحداث المستقبلية. بيقولوا ما تحقق من النبوات دي تقريبا التلت. امتى صلب وازاي والطريق كله طبعا ده شفناه لكن وقام. ما تحقق الاستعداد للمجيء، ما سوف يتحقق ده ايه؟ ما يقارب التلتين. يا الهي، يعني لسه النبوات اللي في العهد القديم اللي بتتكلم على مجيء المسيح الثاني ما تحقق لسه كتير قوي. فده وعد مبهج. يعني انا عايز اقول للمشاهد النهارده افرح انه مجيء المسيح حدث جميل. ما تتخضش لما نقول ان الاحداث بتقودنا الى مجيء الرب. لو جه النهارده 1000% امين، لو جه بعد اسبوع 1000% امين، لو جه بعد 1000 سنه امين. يوم عند الرب كألف سنه وألف سنه كمن واحد، ده اللي احنا نعرفه. حلو قوي التعبير الاخير قلته ده، انا عايزك تقوله لي تاني. يوم عند الله كألف سنه وألف سنه كمن واحد. ايه بقى فايدته اللي انت قلته لي ده
ايه علاقته بالمجيء التاني؟ علاقته إيه؟ خليني اول ما اتكلم عن المجيء التاني، انا بسمع وعاظ كتير قوي، اول ما يجيب مجيء التاني لازم يذكر لي الايه دي. ده ايه الفكره يعني؟ الفكره بتقول انه مجيء الرب قرب. امتى؟ ده علامه استفهام خاصه في قلب الاب مش ليا. يعني اللي حدده غلط 1000%. السؤال غلط، السؤال الغلط يجيبني للاجابه الغلط. طبعا. السؤال الصح يجيبني للاجابه صحيح. الصح صحيح. فلو السؤال الغلط اللي انا اساله امتى مجيء ربنا يسوع المسيح، سؤال غلط، لانه الله ختم الموضوع وقال ده في سلطان. طب ينفع اقول بروكس ماكلي، عارف كلمه بالانجليزي يعني معناها تقريبا هو مش هيخلص 2020 يعني على شهر ديسمبر مثلا؟ ده قمه الخطا. ما قلتش 1 ديسمبر، اقول شهر ديسمبر. ده قمه الخطا، ده قمه الخطا. ولا حتى اقدر اقول ان اثناء كورونا وبعد كورونا ده هيحصل، ده في سلطان الاب. فانا يعني خليني يا ابونا انا بفرح قوي بالفكره دي، خليني اخد مكاني علشان اتبسط. يبقى الله هو الله ويبقى الانسان هو الانسان. ما جعله الله في سلطانه ضل الله انحني خشوعا واقول ده بتاع ربنا، وما جعله الاب ليا انحني واقول ان ده ليا ان انا اعرف. طيب انت ذكرت لنا لقا 21. جميل، شافك جبت لي سيرته يعني. يس. طب لقا 21 بيتكلم عن المجيء الثاني، عن اقتراب مجيء الرب، او اقتراب مجيء الرب، اقتراب مجيء الرب، او اقتراب النهايه. اقتراب النهايه. جميل. قبل ما تديني سنه يعني سمري، اديني تلخيص عن لقا 21. جميل. شوف لي انت ليه ذكرت الاصحاح ده بالذات يعني؟ بس انا عايز اسال سؤال قبل ما تبدا. القسيس جرجس كامل، انت حاسس انه قرب؟ مش حاسس. الايمان المسيحي يا ابونا الرائع فيه مش احساس، لكن الايمان الايمان المسيحي يقينيات. طب انت متيقن؟ الامور المتيقنه. ماشي. انا اسف استعملت كلمه حاسس. لا مش اسف، لا انت خالص. حبيبي. طب انت متيقن؟ التيقن جاي من اني شايف احداث المسيح. اي كل الاحداث بتاعه اللي بتحدث الايام دي، بحس ان كل حدث بيقربني خطوه من مجيء المسيح. طب ما من النهاية. احنا ربع ساعة خلصت والتليفونات بدأت تشتغل. جميل. وانت وصلتني ان لازم اخد التليفونات. طبعا. وان شاء الله في الموضوع. مش انا بس عايز اخواتي. أيوه. عايز اخواتي. قول نفسك فيه. قول اخواتي. لا خالص، بص الكاميرا بتاعتك. عايز اخواتي فيه. اللي موجودين علشان يعرفوا ان احنا في الوقت ده مش جايين نتكلم على ديتيلز المجيء التاني. ده لو دخل على اليوتيوب على النت هيلقى كل الديتيلز. لا مش هنكفيها احنا في الوقت ده. مش هنكفيها في الوقت. مستحيل طبعا. لكن انا عايز اتكلم على ثلاث حاجات حطهم الكتاب المقدس في لقا 21. بيقول 21 في اقتراب مجيء المسيح. انا محتاج ايه اللي انتبه ليه؟ حط ثلاث حاجات. تقويم. عدد 19. اول حاجه حط التقويم في عدد 19. طب كلمنا في دي قبل ما تنط عن احطهم علشان اخواتي يفتحوهم وبعد كده نتكلم فيهم براحتنا. طيب ماشي. تقويم. عدد 19. ده لقا 21 19. طيب تشجيع لقا 21 28. 21 28. تحذير لقا 21. أيوة. 34. 34. طيب اتمنى في تقويم. يعني في الروم يحطهم لنا على الشاشه. يعني تقويم. تقويم. تشجيع تحذير. عدد 19. عدد أنا 28 حفظته. عدد 34. اشكرك يا رب انا حفظته. والمشاهد كمان حفظهم معانا لانه تقويم. اقولهم لك على الجمله. شاطر ولا لا؟ انت شاطر جدا يا ابونا. تقويم وتشجيع وتحذير. وتحذير. جميل. طيب. قوي. ناخد تليفونين ونرجع. طبعا احنا متحبين للمشاهدين ونفسنا نشارك معاهم النهارده. ده يومهم. وكويس هم يستعدوا عشان نقدر نسمعك وانت بتتكلم عن الثلاث نقط دول. امين ربنا. طيب ناخد اول تليفون. الو. خلي تليفوناتنا في الموضوع. اتفضلوا. ايوه اخي عريان اتفضل. بحييك يا ابونا، منور الدنيا كلها. والنهارده انت حضرتك عريس الله يخليك دايما عينك حلوه يعني. اتفضل يا عريان. وربنا يباركك لاجل الموضوعات اللي انت بتجيبها لنا. واقول معاكم كده امين تعالى ايها الرب يسوع. امين. وده شيء مشجع قوي ان احنا نتشجع من خلال الافكار اللي انتم بتقدموها. لكن اسمح لي هتكلم يعني رساله او سؤال غريب شويه، وارجو ان حضرتك والاستاذ جرجس يعني يجيب على السؤال ده.
كان الاسبوع اللي فات في حد اعلامي مهم جدا في مصر اسمه عمرو اديب، كان جايب واحده في شهر 12/2019 في اخر السنه، والست دي ليها في الابراج، في الابراج وكوتشينه وحاجات زي كده، وهي قالت كده تنبأت ان في 2020 هيحصل حاجه ما حصلتش من 700 سنه، واعلنت الكلام ده. الكلام ده كان متسجل وهو عاده اليومين اللي فاتوا. طب تقول لي ليه حق اعلان تتكلم في حاجه زي كده، او يعني المفروض انت راجل مؤمن تتكلم في حاجه زي كده؟ لكن لقيت ناس كتيره جدا على الفيس وناس كتيره قوي شفتها بتتكلم ومصدقه الكلام ده. هل انا كحد بيشاهد دلوقتي برنامج دي وقتك وحد بيقول ابراج او كوتشينه او تنبأ، هل ده حقيقي او مش حقيقي؟ شكرا يا اخي عريان، ودايما اسئلتك يعني بتبقى في الجون. اتمنى ابونا يقدر يجاوبك، اتمنى مش انا. لا لا ايوه. الو الو ايوه، ناخد تليفون. الو الو ايوه اتفضل. مساء الخير يا جناب الاسيس. مساء النور، مين معايا؟ ابراهيم شهاده مع حضرتك. اهلا يا اخ ابراهيم، اتفضل. يا اخ ابراهيم ازيك يا خادم الرب؟ حضرتك انا فرحان جدا، يعني هو حابب يعني امسي على رجل الله الاخ الكبير الاسيس جرجس. حبيبي يا اخ ابراهيم، اهلا سامع. بيك اهلا بيك، منورين الدنيا، والرب يبارككم على يعني كلمات النعمه وعلى عنوان البرنامج. شيق جدا يعني، نجاتكم تقترب. وحابب اقول يعني فعلا انه احنا نجاتنا بتقترب. احنا عندنا الكلمه النبويه وهي اثبت الذي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها. واحنا بكل ايمان ويقين عارفين انه نجاتنا بتقترب، مش بس منه يعني هنخلص من فيروس كورونا، لكن احنا عارفين انه قريب قوي كل الصعوبات وكل الاوضاع الصعبه في العالم اللي بيعاني منها المؤمنين والأقصياء هتخلص قريب. يعني زي ما قال المرنم كده، ودع ظلم الحياة وقدر العيش. احنا يعني زي ما كان بيقول جناب القسيس الكلام الرائع، انه الرسول بطرس والرسول بولس يعني كانوا بيقولوا من اكتر من 2000 سنة كانوا بيقولوا انه خلاص كل شيء قريب يعني. والرب متأني ولم تتحقق الوعود الالهية بمجيء الرب حتى هذه اللحظة، لان احنا طبعا بنعلم ان أنات الله خلاصة. فمفيش حد يقدر يتكهن بشيء، لكن الفكرة كلها احنا في حالة الانتظار، والرب يكون مخلينا فعلا في حالة استعداد لمجيء الرب. يعني رب يبارككم. شكرا يا اخ ابراهيم. وكلام النعمه اللي الرب بيحطه على فمكم، يعني الرب يبارككم بجد. ربنا يبارك حضرتك. شكرا. شكرا ليك. شكرا ليك. ميرسي. امين. طيب قلنا تقويم وتشجيع وتحذير، ده بنلاقيه في لوقا 21. بس لازم نجاوب على الكلام الجميل ده. فانا عايز حابب تاخد التقويم ولا نتكلم في اخد السؤال وبعد كده؟ لازم ناخد السؤال. الاخ عريان، هو عريان عايز ابراهيم معلق يعني. عايز اشكر الرب لاجل خادم الرب اخويا ابراهيم الجميل، خادم الرب المميز، واختنا افيتا خطيبته وخاطب جديد، بس خادم جميل قوي قوي قوي. اشكر الرب من اجله. سؤال اخويا عريان الحقيقه ده مهم. ايوه ده مهم ومهم ومهم يعني. طيب بص يا منى، لازم يعني من خلال الكتاب المقدس اقدر اميز واعرف انه الكتاب قال انه في انبياء كذبه هيبقوا موجودين وهيجوا. طب الانبياء الكذبه دول يقولوا كلام صح؟ مش بيقول، ولا الانبياء كذبه كل كلامهم غلط؟ مش بيقولوا كلام صح. ده اذا العالم بيقول لنا كذب المنجمون ولو صدقوا. ده العالم بيقول كده ليه؟ لانه الإبليس عنده حنكة. إبليس لا يعلم المستقبل، ما قدرش يقول لي إيه اللي في المستقبل. لكن إبليس بذكاء وحنكته وإنجاز التعبير ده، الرب بيقول له إنه خاتم الكمال، وبيقول له أنت أحكم من دانيال. يعني حقيقي عنده إنجاز التعبير حنكة وحكمة عالية قوي. فتو برودكت يعني، هو بيتنبأ، بيعرف يبص على الأحداث ويجمعها ويربطها بطريقة إنه يقول ما سوف يكون إنه يحدث. لكن ده مش معناه إنه لا يعلم المستقبل ولا عنده معرفة بالمستقبل. وده علشان الناس تضل وتنحرف وراءه علشان تقول أهو ده حقيقي. لا مش حقيقي. هو أنا أسيب الحقيقي وآجي للمزيف؟
طب ما بدل ما اقول انه الشيخه فلانه سين سين ما فلانه اه الشيخه فلانه اللي بتلعب بالكوتشينه انا ما اعرفهاش اللي بتلعب بالكوتشينه قالت الكلام ده، هل اقدر اعلق احداث حياتي والمستقبل على كوتشينه ورق؟ ده منتهى منتهى منتهى. انت كده لغيت بقى الجهل، انت كده يا اسيس كيركس لغيت الفنجان، لغيت الفنجان، لغيت الكف، لغيت كل ده. احنا ما نعلقش حياتنا على الكلام ده. جناب القسيس ده الرب في العهد القديم قال لشعبه انه الجان والتابعه بيدهم من وسط شعبك لانه بيضلك عن الرب. فبدل ما تصحى الصبح تقعد قدام ربنا وتقول له مشيئتك ايه لبكره، يصحى الصبح يفتح الجورنان علشان يفتح حظك اليوم ولا الابراج ويقول ما سيحدث لحياتي. لا ده انا وعندنا زي ما كان بيقول اخويا ابراهيم، وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت دي اللي فيها النبوه. والكتاب المقدس بيقول ان شهاده يسوع المسيح هي روح النبوه. هنا النبوه الحقيقيه اللي الرب بيقول لي فيها ما سيحدث بالظبط. ليه؟ لان زي ما كنا بنقرا في لوقا 21:32 السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. يعني لو انا عايز انا كانسان ما هو برضه حتى المجيء المسيح اللي بنتكلم عنه النهارده هي تبع الحكايه. انا كانسان دايما بتطلع وبحب او اعرف بكره في ايه. انا عندي كده الغريزه دي هموت على بكره. اهو 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 الكتاب المقدس بيقول يعني فيه الكتاب إيه؟ ممكن اعرف منه بكره طبعا، لان الكتاب المقدس مثلا ارميا 23 لما يقول قد علمت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب، مش افكار غضب ولا افكار دينونه ولا افكار اني اضربكم بالكورونا ولا افكار ان انا لا، افكار سلام لا شر لاعطيكم اخره ورجاء. يا جماعه صدقني 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 يا ابونا بجد، انا نفسي المشاهد الحبيب النهارده يبقى في قلبه قناعه تامه، الهي صالح، الهي مش بيعرف يقدم الا الخير، الهي ايديه مليانه خير لشعبه. ما يحمله اتجاه شعبه هو الأمانة والصلاح والخير. عايز نبوة؟ ارجع للكتاب المقدس، هيتنبأ على حياتك الكتاب المقدس ويقول لك الحق، والحق اللي موجود في الكتاب المقدس. ربنا بيحبك، ربنا خلق ليك مستقبل مميز، ربنا عايز يديك نهاية مميزة. وأروع أروع أروع نبوة ربنا يدهاني إن أقول لكل مشاهد عزيز، قصد الله إنك تكون في السماء، لأن الله لم يخلق الجحيم الأبدي للإنسان، لكن خلق الجحيم الأبدي لإبليس وملائكته. من فضلك اطلع على مستقبلك الرائع اللي الرب خلقه ليك من خلال كلمة الله. ده نظرة صح، ده شيء جميل جدا حقيقي. طيب هاخد تليفون بس وارجع معاك، لأن نفسي قوي إنك تقول لي حتة. يعني أنت قلت شوية كلام دلوقتي، إن قصد الله ما يضربكش بالكورونا. أنت قلت كده؟ أيوه. اوعى تقول ما قلتش. لا قلت. قلت كده. يس. طب انا عايز ارجع لها دي. حاضر. بس انا خايف نجري من اللقاء 21. كلام كتير. اي كلام فعلا كتير قوي، الوقت ممكن يجري مننا، دي المشكلة. لكن يعني اذا حبيت تعلق في النص بيها يعني ده يكون اوكي. ما شايفها زحمة. هنتكلم عن قد ما يدينا. هشوفك مرة تانية. مستمتعين. ماشي. الو ناخد تليفون معانا. الو. ايوه مايكل اتفضل. سيد سمير مساء الخير. أنا مساء الخير، زي حضرتك؟ الله يباركك يا سيد سمير، ربي يباركك جدا. وانت كمان الأستاذ جيرتي. شكرا. الله يباركك يا مايكل، اتفضل. يعني عايز أقول نقطتين مهمين. أول نقطة، أنا بشكرك يا سيد سمير على الترجمة للإخوة بتوع سمو البكم، برافو عليكم كبرنامج بصراحة. ربنا يباركك. أمين. تشجيع لينا ده. يعني شكرا. فرحت بجد، لان انا بحب اوصل للنفوس وانتم بتوصلوا لالاف من الناس، يعني نعمه الرب يسوع. ربنا يبارك حضرتك. توصل الرساله النهارده. امين. دي اول حاجه. ثاني حاجه، انا طبعا بشكر القسيس جرجس للاجابه اللي انا بصراحه بسمع كتير جدا جدا على اجابات مختلفه جدا، الرب هيجي ولا مش هيجي، ولا الدنيا قربت ولا بعدت، لكن اجابه نموذجيه قالها القسيس جرجس النهارده، ان ما حدش يعرف وقت مجيء الرب بالظبط امتى، وده كتابي 100%. طبعا طبعا. وانا كمان حابب اقول حاجه، اذا كان ارتباط مجيء الرب بالانزعاجات الكتيره، ففي ايه تاني بتقول كلما حينما يكون سلام وامان
يفاجئهم الهلاك بخته. يعني حتى لو خلصت كورونا والناس رجعت تاني للسلام والامان هيجي مجيء الرب عليهم هم مش دارينين. فلازم يبقى دايما فينا الاشواق ان الرب هيجي النهارده بكره بعد ما تخلص كورونا اثناء كورونا. المهم ان الرب جاي وعندنا الشوق ومستعدين. امين امين. دي الحاجه اللي فعلا يعني انا بشكر الاسيس جرجس انه فعلا يعني اجابه فعلا حكيمه فعلا 100%. والرب يباركك لانه محدش فعلا يعرف الوقت. ده الكتاب اللي قال الكلام ده في متى 24. فالرب يعني خلينا مستعدين. ونفسي لو في حد بيسمعنا النهارده في البرنامج مش مستعد يا رب يفتح قلبه. امين يا رب. مستعد النهارده قبل بكره. امين امين. وفعلا يضمنها. انت تعرف منين كورونا ولا مش كورونا؟ تعالى للرب النهارده والرب يعني يستلم قلبك باسم يسوع. وشكرا ليكم يا اخوان. شكرا يا اخ مايكل. شكرا مداخلتك الجميله. ربنا يباركك. شكرا. الو الاسيس رامي الفي. اتفضل يا اسيس. حبيبي مساء الخير يا ابونا. مساء النور. ازيك يا رامي؟ اهلا بيك حبيبي يا اسيس جرجس والاسيس سمير الغالي. عايز اقول لكم الحلقه روعه وفي ميعادها. يعني عايز اقول بلغه الكوره جوه الجون. امين. نجاتكم تقترب حقيقي. امين يا رب. دعاء وعنوان رائع يشفي القلب من جوه لكل واحد تعبان. يا رب يا رب. وعايز اعبر عن رقتين اجنبي يا اسيس سمير يا ابونا. الاولاني هو لغه الاشاره اللي موجوده دي حاجه روعه بصراحه. ربنا يبارك. يعني صراحه فكره من السماء. وانا بشكر الرب لاجلك ولاجل قياده الروح القدس فيك ولاعداد الفريق علشان لغه الاشاره. لان اخواتنا الغاليين بتوع الصم والبكم دول فعلا محبه الرب ليهم بتشملهم. ودي رساله قويه. انا يعني شخصيا الرب شرفني خدمت كام خدمه معاهم وكذا مؤتمر. قد ايه محبه الرب ليهم تجاههم روعه. فانا بشكرك جدا على الفكره اللي جت. الحاجه الثانيه العنوان الرائع للقاد الرب الروح القدس للاسيس جرجس جميل. نجاتكم تقترب. وهاخد كلمه كده من الاسيس جرجس اللي قالها جميله قوي. هو انه تقويم وتشجيع وتحذير. الحلو ان الموضوع مش كله تحذير. ناس كتير بتقول الكورونا ده تقديم وغضب واحنا مرعوبين واللي بيحصل والوباء والموضوع قرب من الناس والدنيا. صدقوني يا شعب رب كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي زي ما الموضوع في تعذير لكن كمان في تقويم وفي تشجيع. صوت ربنا دايما مليان زي ما كان بيقول الاسيس جرجس الفاضل. الرب صالح مليان بمحبه مليان برحمه. وابدا ما الاب بيأذي ولاده. فانا اللي عايز اقوله من خلال الحلقه الحلوه دي نجاتكم تقترب ان الدعوه النهارده للكل للبعيد والقريب والعاسر والمستعد والغير مستعد. يعني بصراحه انا فرحان جدا بالحلقه دي وعايز اشكر رب جدا علشان الوقت ده وعشان جاب لك الجرجس الغالي المشجع لكل اخواته. الرب يبارك ويعمل معاك. شكرا يا ابونا على بركه مداخلتنا. ربنا يبارك. ربنا يباركك يا اسيس رامي. استخدمك الرب. شكرا. يستخدمك الرب ومعك. طيب نيجي تقويم. اتفضل. انا بس التليفونات شدت قلب الحاجه. اولا حاجه قالها لنا اخونا رامز قبل الحلقه. أي. احب اشجع بها اخواتي. هو قال بلاش نقول الصم والبكم. الصم. أي. وضعاف السمع. أي. حاجه جميله اتعلمتها من اخويا فلازم اقولها للناس لانها حاجه جميله. أي. الحاجه الثانيه انا لاحظت ان الناس يعني التليفونات جايه على فكره انه الناس عماله تقول انه الاحداث بتقول لنا في وقت المجيء الرب او ده وقت مجيء ربنا او بيحدد يعني. في تحديد. عايز اقول قامت خناقه يا اسيس. يعني قامت خناقه بين الخدام حقيقيه. انا اخشى من حاجه. اخشى انه الله في نعمته العظيمه يكون عايزني كخادم اهدى واقعد قدامه واراجع نفسي في الوقت ده واتشجع. فبدل ما انا اعمل كده واقعد قدام الرب واتشجع واعرف مشيئه الرب ليا ولحياتي ادخل في حاره تبعدني على الطريق الرئيسي. ايوه انا عندي مين ستريت. انا وانا جاي لحضرتك النهارده عندي طريق رئيسي. انا حاطط في ذهني رايح وجاي هنا الاستديو. لو دخلت في حاره انا ضعت. لو انا دخلت نفسي فكره امتى وحدد بقى الميعاد والوقت بقى وادخل في التفاصيل دي. انا دخلت نفسي في حاره مش قصد الرب. امال ايه قصد الرب؟ صدقوني بكل قلبي نفسي اقول لكل اخواتي خدام الرب ولكل اللي بيحب الرب ده وقت تهدى فيه.
ده أروع وقت في الدنيا تهدى فيه قدام الرب وتعرف مشيئة الرب في حياتك، تهدى فيه قدام الكلمة وتاخد نور جديد، تهدى فيه مع عائلتك وتقرب منهم ما تعرفش هنا. وأنا بشكر رب لأجل زوجتي وأولادي اللي بيحضرونا دلوقتي، احنا مستمتعين جدا باقترابنا لبعض في الوقت ده. يعني أنا مش بقولهم الكلام ده في البيت، في وقت كده ببقى داخل الأوضة أو واقف من بعيد ببص لهم يتحركوا ازاي، بيعملوا ايه، شبعان بالأسرة. ده الوقت اللي أنا ما كنتش قادر أعمله الوقت اللي فات. أحلى وقت في حياتي قعدت معاه، قعدت فيه في الكتاب وصليت واتقابلت مع أخوات الخدام، هو الوقت ده. مش عايز أدخل في حارة، فده وقت جميل. بلاش ندخل نفسنا في حواري مش مشيئة الله. قصد الله انه يدينا هدوء. طيب يعني قصد ربنا يدينا هدوء. انا شايف اني زي ما بتقول حضرتك يا سيد جرجس، انا شايف يعني انا طبعا انا عندي فيسبوك كس. بس بصراحه ما اعرفش استعمله كتير قوي، بس انا عندي طبعا. وحضرتك عندك فيسبوك طبعا مش كده؟ 100% انا بشوف ان في زحمه بين الخدام في الاراء، هو ده تأديب، هو ده غضب، هو ده من ربنا، هو ده مش من ربنا، هو ده هو. وانشغلنا على الحتة اللي انت بتقولها. بص انا صح ولا غلط؟ ولا انا شفتها بعين مش كويسة؟ لا خالص خالص. بص انا لا ادين، انا ما بحبش ادين حد ابدا طبعا. ولا نقيم ولا نجعل ولا نقيم. يعني انا اقول عن نفسي ان انا اقل واصغر من اني ادين او اقيم. فعلا. لكن اللي انا بقوله اللي انا شايفه لنفسي، ان في وقت بحس نفسي انه بعد دقايق من قعدت قدام الفيسبوك بحس نفسي ان انا عايز اجري واقفل واقول لقلبي ده وقت بتاع الرب، ربنا اداني الوقت ده استثمره في القعده قدامه. اذا ما عرفتش استثمر الوقت ده في القعده قدام ربنا، يبقى انا بسرق وقت الرب. بسرق وقت ربنا. هو ده التقويم اللي تقصده حضرتك؟ التقويم اعمق، لان في التقويم الرب قال كلمه جميله قوي يا سيدي. قال في عدد 19، قال لما الأحداث بتاعت اقتراب النهاية ولما تشوف وقت النهاية، بصبركم اقتنوا أنفسكم. إيه الآية؟ بصبركم اقتنوا أنفسكم. إخوات هيجيبوها لنا على الشاشة مكتوبة. بس دي صعبة شوية. لوقا 21:19. ايه بصبركم اقتنوا أنفسكم؟ مش فهمت أنا شوية. أنفسكم. يعني جميل مش فهم. الكتاب المقدس في الوقت ده بيقول كيف أقتني نفسي، إزاي أربح نفسي. هو كلمة أقتني تقصد بها إيه؟ أربح. أوكي. أربح أقتني. أيوه. لا سهلة أقتني. أربح دي أسهل شوية. دي الفكرة الأقرب. بس يعني الوقت ده أقتني نفسي وأربحها وإنجاز التعبير أتصالح معاها وأعيش في سلام، إزاي؟ بكلمة جميلة اسمها الصبر. ان ابقى في الاحداث دي انا عندي حاجه جميله اسمها صبر. بقول لقلبي يا جرجس اصبر، لانه مش الكورونا النهايه ولا الحروب النهايه ولا الازمات النهايه ولا كل ما يحدث في العالم من اضطراب النهايه ولا فقدان شغل النهايه ولا المرض النهايه ولا حتى اللي بيسمعونا دلوقتي مش حاسين بكورونا لكن ليهم وقت من قبل الأحداث دي نايمين على السرير مرضى وتعبانين وعندهم مشاكل وعندهم أزمات. نفسنا نقول إنه الصبر ما يعني إنه كل اللي بمر فيه من أحداث صعبة مش دي الفاينل ديستنيشن ولا دي المحطة الأخيرة. أصبر لإنه في نهاية أعمق قصدها الرب ليك. إنه مجيء الرب ده أعظم ما سيحققه في حياتك، إنه ينقلك إلى مكان أفضل. لكن عايز أقف قدام الصبر، لأن الكتاب المقدس على الأقل في مشهدين جمال اتكلم فيهم عن الصبر. أفتح مع حضرتك بس المشهد الأولاني واقترابه بالمجيء في رسالة يعقوب في كلمة الله أصحاح 5، لما الكتاب المقدس بيقول في عدد 8: فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. ويدينا مثلا، هو ده الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. راجل الفلاح البسيط بيجيب البذرة ويرميها، ما ينفعش يرميها النهاردة ويجيبها ويحصدها بكرة تحصد. فانتظاره ده هو الصبر. لغاية لما يوم الحصاد ده الصبر، ويشوف الزرعة بتاعته بتكبر وتنمو حتى لو قطفها في النص. ما ينفعش. هو عارف ان ليها معاد، يعني لغاية لما كفلاح فاهم امتى لما يجي رقم واحد المطر المبكر ينبتها،
والمطر المتأخر ينضجها ينبتها ينضجها المطر المبكر والمتأخر لغاية لما يجي وقت الحصاد. يطبق الرسول يعقوب الكلام ده ويقول لنا فتأنوا أنتم أيها الإخوة وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب، لا يئن بعضكم على بعض. بلاش الوقت ده اللي فيه اقتراب مجيء الرب، وانا عارف ان في ناس فقدت اشغالها وفي ناس امكانياتها الماديه خلصت، وسمع كمان حد بيقول لي اخواتي احباء قلبي السودانيين اللي في مصر اللي ما عندهمش اي اعاله اللي دنيتهم وقفت. عايز اقول لكل اخواتي ما نقنش على بعض وما نلومش بعض، وماليش في البيت افقد سلامي مع مراتي واتخانق معاها واشد مع اولادي وتبقى الدنيا في منتهى الصعوبه. لا، اتأنى، يعني اجي قدام ربنا في بدايه اليوم واقول يا رب اديني صبر، اديني صبر، لان عندي توقع انه الوقت ده ده الوقت اللي فيه هيخرجني الى اعظم ما في قلب الله. انا مش احبش اقطعك لا اتفضل. بس لما بصلي الصبح اقول يا رب اديني صبر. انت مش تتوقع يا استاذ جرجس ان ده صعب شويه؟ في صعب ولا في سهل ان يدوم؟ لا طبعا صعب 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 اني في الوقت ده في وقت الزنقه اني اتانى واصبر. ولو قلت انه الصبر انا بقول صعب. كده صعب شويه، ولو قلت ان الصبر صعب سهل ابقى بخدع نفسي. بس انا عايز اقول جمله اجمل، الصبر صعب، عدم الصبر اصعب. الصبر صعب لكن عدم الصبر اصعب. اصعب ازاي؟ مش الصبر اني اصبر ده حاجه محتاجه مجهود، محتاجه تدريب لنفسي، محتاجه قاعده قدام ربنا، محتاجه فعلا افتح الكتاب المقدس عشان اخد صبر ويبقى عندي يقين ان في حاجه رائعه لسه الرب بيعملها وبيتممها. عدم الصبر واني ابقى مستعجل اصعب، لانه هيفقدني سلامي، وهيفقدني الوقت العظيم اللي ربنا مديهوني علشان اتغير فيه، وهيفقدني وقت قعدتي قدام ربنا، وهيفقدني سلامي مع بيتي ومع اولادي. فاذا كان الصبر صعب فعدم الصبر اصعب. ولو مش دي حقيقه ما كانش الرب قال بصبركم اقتنوا انفسكم. بطرس الرسول في بطرس الرسول الثانيه 2 بطرس الرسول الثانيه 1 يقول الصبر ينتج تقوى، وفي الصبر تقوى. عايز ابقى في تقوى؟ وابقى عارف مشيئه الله وارادته زي ما يعني تدي التوضيح لتقوى تقوى، يعني ابقى حياة تقوى، يعني افضل كلمه لكلمه تقوى حياه ترضى الله، حياه ترضى ربنا، تشبع قلب دي الله، دي التقوى، يعني ابقى عايش في مشيئته وارادته. الصبر يديني الحته دي، يديني التقوى دي، لما ابقى صبور ورافع عناية للرب طول الوقت وبقول له انت ما بتغلطش، ما بتعملش حاجه غلط، لكن كل اللي بيخرج من ايدك صالح. انا مستنيك، في ترنيمه جميله قوي قوي دايما بحب ارنمها، بتقول انا صابر ليك ومستنيك ورجايا واملي حاططهم فيك، لا مش في الناس ولا في المال، وحدك تنصرني وترفع راسي. هاليلويا. مبارك. ناخد تليفون طيب؟ لا طبعا طبعا. امين. يلا بينا. حلو يا سيدي. الو. ايوه ناخد تليفون. الو. الاخت فريال، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. الو الو. ايوه اخت فريال اتفضلي. معاك راسك الكريم. الرب يباركك على القطيع الحلوه اللي بتختارها، الرب يباركك. شكرا. خليل الاحمر داخل تدرين مجيء الرب في اي لحظه. قبل فيروس كورونا او بعده. فهي اللي كان بتم مستعرضات للامتحان اتي سريعا. احنا علينا في كل وقت ان نمشي خدمته. وهو قال اذهبوا الى العالم الجيل الخليقه كلها. فعلينا ان نكون على استعداد دائما للمجيء الثاني. ان نترك في الكرم الواجب على الصلاه، نترك كلمه النار، ونبث ونفكر عن الرجل المسيح ما عمله في حياتنا. امين. شكرا ليكي. امين يا اخت فريال، شكرا ليك، ربي يباركك لاجل مداخلاتك الجميله. الو. ايوه. الو. الو. مين معايا؟ جون. اتفضل يا اخي جون، اتفضل. ازيك حضرتك سيدي؟ اهلا وسهلا بيك. انا اول مره اعمل مداخله في برنامج، بس بجد بحييك على البرنامج حبيبي، وبحييك على اختيارك للاسيس جرجس كامل. لا ده ما ده حبيبي. ما شكرا. مشجعني اني اكون بجد بسمع صوتكم، وشرف ليا. ربنا يبارك. الله يخليك يا جون. الله يخليك.
أنا متابع الحلقة من أولها وعنوان الحلقة فعلا شدني نجاتكم تقترب وأنا شايف إن بجد إن الرب في الأيام الأخيرة دي بيوصل رسالة خاصة للمؤمنين والغير المؤمنين. الرسالة واضحة وواصلة أكثر من ألف وعظة وأكثر من ألف كلام يمكن سمعناه في كنايسنا وتعلمناه كتير، لكن الرب حب يوصل لنا رسالة عملية في الأيام الأخيرة. أنا حاسس حتى إن في حاجة بتحصل في العالم كله حوالينا وكلنا ملاحظينها، إن في تغيير حصل في دول كبيرة اتكسرت، في دول كبيرة عرفت إن مش بقوتها وبفلوسها وبكل المد اللي وصلت له قدام فيروس صغير مش عارفه تعمل حاجه. أي. ودي من اكثر الرسائل اللي وصلت. شايف ان الناس نفسها يمكن عندنا في مصر ويمكن ملاحظين الشوارع مش عارف في حاله خوف في الناس وفي حاله توبه. انا شايف ان في ناس كتير بدات ترجع، شايف ان في ناس كتير بدات تاخد خطوات. امين. شايف أمين. ان احنا توحشنا الكنيسه وشايف ان عرفنا قيمه الكنيسه عشان مش بنروح كنيسه، شايف ان عندنا فرص واحنا بنتحرك في المواصلات وفي كل مكان للناس اللي حوالينا اللي خايفه ان نوصل رساله طمانينه للناس اللي حوالينا، ودي اللي مطلوب مننا في الوقت اللي فات اللي جاي. ايوه اخي جون كلامك واقعي وربي يباركك. شكرا ليك لاجل مداخلتك يا اخي جون. شكرا. يا عماد اتفضل. عماد اتفضل. امين يا حضرتك السمير. اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. اهلا بيك بس الجلبس ربنا يبارككم. اهلا بيك اهلا بيك يا اخويا. فعلا ربنا بيسمح بفيروس كورونا نقدر نقول ان ربنا بيسمح باصوات واجراس وابواق بكل العالم التفت الي واخلصوا يا جميع قوات الارض، ربنا اله امين وعادل بيسمح بيدي اصول عشان الناس ترجع تتوب وتقدر العمل على الصليب لانه دمه دم غالي، فكيف ننجو نحن ونهملنا خلاصا هذا مقداره؟ نستحق ان الفلوس تجي بتوبه حقيقيه، والناس اللي خايفه ما تخافش لما تيجي المسيح بتوبه، حاليا الناس خايفه ما تتوب، ولما بتتوب ما بتتغيرش عشان ما فيش قرار طلع من جنب، وثقه بعمل الصليب بايمان، المفروض لما بقدم التوبه اقول اسم الكتب في سفر الحياه، لان المسيح وعد من يقبل الي ولا اخرج خارجا، بس اهم حاجه اثبت عيني على المسيح وارجع لكلمته والصلاه معاه. ربنا يباركك يا اخي. الانسان يحتمي في المسيح. شكرا ليك يا حماد لاجل مداخلتك وتشجيعك لينا. ربنا يباركك وفعلا. فعلا أسيس جرجس فضل. دلوقتي التقويم وتقريبا كده يعني اصبر اصبر تقويم اصبر هي اصبر بصبركم اقتنوا انفسكم وانت قلت ان الصبر هو الانتظار ده يس. اننا اسلنا الى يوم الحصاد وانت قلت ان هو صعب لكن مثمر يس. طب الأسيس جرجس كامل هل انت خدت حكايه الصبر دي بسهوله ولا برضه تعبت شويه؟ بص يا سيس اتعلمت خليني اقولها بطريقه عشان سهل مش هيفهموني يعني انا اتعلمت الصبر نتيجه اختبارات كتير مرت بحياتي فعلمتني ولا اتعلمت ازاي؟ دالاس وولارد في كتابه الراجل المحترم الجميل ده في كتابه التدريبات الروحيه قال لنا انه دايما التدريبات الروحيه مشوار فربنا بيسمح بالأحداث اللي احنا بنحصل فيها دي علشان يدخلني في مشوار فيه أقدر أصبر لأن كمان لما جه في عدد 18 اتكلم على عدد 19 اتكلم عن الصبر بصبركم اقتنوا أنفسكم راح جايلنا في عدد 28 اللي فيه موضوع الحلقة وقال انت بتصبر لأنه فيه تشجيع يعني ربنا قاصد انه يشجع شعبه فتخيل بقى معايا حضرتك لما الكتاب المقدس يقول لما تشوف الأحداث والاضطرابات والأزمات والأمراض والحروب بدرجة أن الكتاب المقدس في عدد 26 بيقول أنه في الأحداث الأخيرة دي في اقتراب مجيء الرب الناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماوات تتزعزع فقال الكتاب أنه الوقت ده هيبقى وقت مخيف بس ايه التشجيع اللي بيقدمه الكتاب؟ طيب. ثلاث كلمات لا قبل التشجيع انا في تليفون من استراليا جميل عشان ده دوري وكده طبعا الاسيس فرج اهلا اهلا بس اهلا ايوه ابونا اتفضل اهلا يا ابونا اولا عارف الساعه 6 الصبح عندكم انا ربنا يبارك حضرتك اتفضل يا عم اسيس حبيبي كبير انا بتكلم على حضرتك بتكلم على السيد جرجس حبيبي حبيبي اهلا بيك يا مونا ازيك يا استاذ فرج ربنا يبارك ودي حلقه رائعه جدا حقيقي وانا كمان فخور ان معاكم الاستاذ رامز
وهو بيترجم كده لغة الإشارة. أنا قد إيه فرحان لأن لغة الإشارة دي لغة الأم يعني. فأنا فخور إن أنتوا عملتوا حاجة زي كده لأولادنا الصم. وبقول للأسيس جرجس إحنا يعني افتقدناك وحشتنا جدا. شكرا يا أبو. والموضوع ده موضوع رائع، وربنا دايما علمنا يا أسيس جرجس إنه لا تهتموا بشيء بل في كل شيء الصلاة والدعاء مع الشكر. الموضوع الحد اللي فات في الجنود انا كنت بتكلم مع الناس ما هو موضوع، ايه الموضوع اللي شغلك وايه الموضوع اللي ربكك ورابط العالم. وكنت بتكلم عن تلمذي عمواس كان الموضوع اللي شغلهم هو موضوع القيامة، عشان كده جه الرب يسوع وسافر معاهم مشوار طويل. فانا بقول انه موضوع الكورونا والامراض والاوبئة مش ده الموضوع يشغلنا قوي، لكن الموضوع اللي يبغينا المفروض حياتنا الأبدية فعلا. هل أنا مشغول بحياتي الأبدية؟ أنا رايح فين؟ لو حياتي انتهت هنا على الأرض. فربنا يدينا نعمة وننشغل بأهم موضوع، وهو هل اسمنا مكتوب في سفر الحياة؟ هل إحنا لينا نصيب في السماء مع القديسين؟ ده أهم موضوع يبغينا. أتوقع تلميذي عمواس لو كانوا مشغولين بأي موضوع ثاني ما كانش الرب هيجي بنفسه ويمشي معاهم. ربنا يبارككم ويديكم نعمة، وأنا بصلي ببرنامجكم بشكر ربنا على أسيس جرجس والأسيس سمير، وكمان يعني أديب أقول لرامز ربنا يباركك يا رامز على التعب والترجمة اللي أنت بتعملها. ربنا يباركك يا أسيس على صحيانك بدري أصلا أنك تعمل مداخلة الساعة 6 الصبح. ربنا يباركك يا أسيس. ربنا يباركك. الأسيس أيمن من المنيا تفضل. شكرا عليكم على الجسد جدك وعلى الله كرامك في ترجمة الإشارة الرب يباركك. شكرا ليك تفضل. عمال أنا أول حالة قراءة جدا يقول لك بذاتكم تفترض فعلا الوقت ده لازم كلنا نعيش الحالة اللي فيها الشعب طلع من أرض مصر. كانوا طالعين من أرض مصر فرحانين وكانوا مستعدين، كانوا عارفين إن هم وقت نجاح ومضطرب وطلعوا وهم مستعدين لليوم ده. يعني من خلال برنامجكم أنا أشكركم لأجل اللي إحنا جايين نعمله في الأوقات اللي أنتم جايين فيه وتوفروا لي فيه ويشجع الناس ان وقت النجاح قد اقترب. امين. وحياتنا لازم تكون في استعداد دايم زي ما الشعب استعد طول الليله دي. احنا لازم الايام دي نستعد عشان نطلع من العالم بنكون فرحانين ومستعدين لسرعه مدينه الرب. فاصلي ربنا يبارككم. شكرا ليك يا اسيس. شكرا ليك يا حضرة اسيس. حقيقة اسيس انا نفسي يعني في تعليق على طبعا كلام الاسيس ايمن مشجع جدا. الاسيس فرج هل في تعليق هل في تعليق عن الكلام اللي اتقال ده؟ هل تحب تعلق قبل ما نيجي لنقطة التشجيع؟ هو كل كلام القديسين اللي فاهمين للأمانة اللي اتكلموا معانا واللي ما جالهمش فرصة ان هم يتكلموا معانا انه زي ما كنت حضرتك بتسمع انه ده الوقت اللي ربنا بيتكلم فيه للناس علشان ترجع ليه وتتوب والاحداث ما تشغلهاش لكن يشغلها ما قصد الله من وراء الاحداث. وده اللي يمكن هتكلم فيه على التحذير في النهاية يا سيس. بس انا عايز اقف لان حاسس ان وقتنا بيتاخد مننا بقى شوية. بس التشجيع بذات يعني انا مش عارف هل في تشجيع في الجولة الحفيظة؟ ده لازم. بص الآية العظيمة يا سيس. بص الآية العظيمة اللي في 28 الكتاب يقول ومتى ابتدأت هذه تكون. لما تشوفوا أحداث اقتراب النهاية بتكون قال تعملوا ثلاث حاجات عكس اللي ناس كتير عاملاهم. فأنا عايز أقول للمشاهد العزيز دلوقتي في ثلاث حاجات عكس ثلاث حاجات منه؟ عكس اللي بيحصل دلوقتي عايز أشارك بيهم المشاهد العزيز وأقول له دي مشيئة ربنا مش مشيئة ربنا خالص اللي انت عايش فيه. ايه هما؟ واحد ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا. واحد اتنين وارفعوا رؤوسكم. ثلاثة لأن نجاتكم تقترب. فانتصبوا ارفعوا رؤوسكم. اثنين ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. انتصبوا. لو وصيت في إنجيل لوقا أصحاح 13 أدرك 1000% أنه إبليس هدفه الأساسي في حياة الناس أنه يحنيهم. عشان كده الكتاب المقدس يقول وإذ في المجمع امرأة منحنية هذه قد ربطها الشيطان 18 سنة لم تقدر أن تنتصب البتة.
يبقى هنا أقدر ربطها الشيطان ولم تقدر أن تنتصر. يعني الشيطان ممكن يربط حد 18 سنة طبعا. طبعا ده عمر كله طبعا. وممكن يربط ناس الوقت ده من الجنبين مؤمنين أخطاء أن يبقى منحني. يعني في ناس في وقت كورونا ده مربوطين من الشيطان كثيرين 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 كثيرين. يكلمك ديني بلغة ديني توضيح أسى وحزن وضيق وهو مكسور وملل يحصل وليه ربنا بيعمل كده وإيه اللي بيحصل. لا من فضلك انتصب ارفع راسك. ومحدش هيخليني أقدر أنتصب وأرفع راسي إلا لما أدخل محضر ربنا. إيه المشهد الكتاب اللي قاله الكتاب المقدس اللي ذكر فيه إزاي شخص كان منحني وكان متألم منتصب؟ حبقوق. في سفر حبقوق أصح واحد الكتاب المقدس بيقول في قلب حبقوق صارت حيرة عظيمة لما الكلدانيين جم على شعب الرب. أيوة. وحقيقي ألمهم. أيوة. لأنه كان الشعب الكلداني شعب شرس شرس. فالكتاب المقدس بيقول إن حبقوق وقف قدام ربنا وقال له إلى متى؟ وإنت إله ما بتقدرش وما بتعرفش تنظر الجور، طب ليه سايبنا في إيدين الكلدانيين؟ بلغة بسيطة مش عايز أقول آيات علشان العميقة المشاهد العزيز يتوه معي، بس ببساطة هذا الرجل العظيم حبقوق وجد في قلبه حيرة ووجد في قلبه علامة استفهام وبدأ يتساءل طب ليه؟ ليه بتسمح لنا وهم وجوههم زي الأسود والنمور بيكوموا تراب الأرض وياخدوه يمتلكوه؟ بس اللي نقله لما جه في أصح 2 وبدأ يقول الجملة الجميلة دي على مرصدي أقف وفي الحصن أنتصب لأراقب ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. كان جوه قلبه شكوى فوقف وانتصب قدام ربنا وقال له جاوبني على شكواي. الرائع قوي يا أسيس انه في عدد 2 من أصح 2 بعديها عدد 1 يقول انتصب واراقب ماذا يقول، عدد 2 يقول فاجابنا الرب بعد ما انتصب. فاجابنا الرب الروعه. نفس عزيز المشاهد يفتح معنا فاجابنا الرب وقال لي انت وانت فانتظرها لانها تاتي اتيانا ولا تتاخر. ايوه محضر ربنا لما بدخل محضر ربنا بنتصب بقف برفع دماغي بقول لا أكيد لله مقاصد عظيمة في كل الأحداث دي وأكيد ربنا يقدر يحول كل الشر إلى خير. فرقم 1 بيقول انتصب، لكن اللي بعديها على طول التانية الجميلة فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم. اوعى تبقى محني. طب إيه اللي يحنيني؟ إن عناية تنزل من على ربنا وعوده وكلمته ومقصده وتتحط على الأحداث. طب ما هو غصب عننا. طيب يا أسيس جرجس تاني غصب عني بيقودني للأمر. يعني أنا لما أصحى الصبح وقبل ما أقعد قدام ربنا وأخد خلوتي وأفهم مشيئته وأفهم مقصده أروح فاتح CBC وأفتح الأحداث وزي ما حضرتك قلت من شوية أفتح الفيسبوك وأفتح نشرات الأخبار وأقول يا ده قلت مبارح كانوا في مصر 400 اللي أصيبوا النهاردة 450. الألقام دي بالنسبة لنا بقت مهمة مرعبة ودلوقتي النهاردة أمريكا بيقولوا وصلوا للعدد مش عارف في اليوم الواحد كام وصل عدد النهائي كام. هنا أنا حصل معايا حاجة زي بالضبط بطرس اللي كان موجود في السفينة والرب قال له تعالى وبدل ما عنيه على الرب لما عنيه على الرب هو ماشي فوق المايك كان ماشي بس اول ما عنيه نزلت من على الرب وتحطت على الامواج الكتاب المقدس بيقول فابتدأ يغرق. صدقني عزيزي المشاهد اخشى عليك الوقت ده انك تبقى غرقت في الهم وغرقت في الحزن وغرقت في اليأس وغرقت في البحث على مجيء الرب دلوقتي وغرقت في البحث على انه الكورونا ده من الرب ولا منين. ادخل محضر الرب استمتع بيه. انشغل بالحته دي يعني يعني بدل ما انا انشغل بالاحداث لا انشغل بحته الرب والعلاقه معاه. ارفع عيني على الرب واقول له انا عندي يقين واحد ايدك العظيمه بتحول اللعنه الى بركه. روميا 8:28 ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. الكورونا مش خير لكن كل الأحداث مجملها اللي من ضمنها الكورونا ينفع ربنا ياخدها ويصيغ فيها من حياتي خير. ارفعوا عيونكم. وعلشان أبقى دقيق يا جماعة الأسيس عايز بس أخد
عيون المشاهدين لمنظرين الرب قال فيهم ارفعوا عيونكم. وبعد كده لو عايز تعلق او تقول لنا حاجه لان دول شدوني قوي النهارده. انا بس يعني نفسي اعرف يعني ارفع عينيا طب ما اللي حواليا صعب. بس انا عايزك تكون واقعي طبعا شويه طبعا. ماشي ده اللي انا بعيشه. يعني انت بتعيشه ده اللي انا بعيشه. الجو 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 لما تشوف في اسبانيا مش عارف ايه ايطاليا مش عارف ايه لا. تشوف المكسيك مش عارف امريكا دي متبهدله اصلا تشوف مش عارف ايه مصر ايه بتاع يعني الواقع كاتب سفر الجامعه الواقع صعب. يا يا كاتب سفر الجامعه قال جمله جميله قال في يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر. في يوم الخير ابقى بخير واستمتع بالحياه وقضيها بروعه. تقصد ده انا شايفه خير حواليا انا خلاص. بس في يوم الشر اعتبر. ايه الاعتبار اللي اقوله؟ الاعتبار اللي اقوله ان الله قاصد يكلم قلبي. والله قاصد في الوقت ده انه يشكلني ويغيرني. ده اروع وقت للتشكيل. مش الكتاب المقدس قال لنا انه الضيق ينشئ صبر. ففي الوقت الصعب ده انا محتاج ارفع عيني. ارفع عيني على حاجتين على الاقل اخد ايتين بس. اشعياء 40:26 الكتاب المقدس بيقول ارفعوا الى العلاء عيونكم. من خلق هذه؟ من يدعو كلها باسماء؟ من يخرج بعدد جندها لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة لا يفقد منه احد او يفقد احد منه. لكثره القوه وكونه لكثره القوه ولكونه شديد القدره. نفسي اقول بقلبي الاله اللي انا بعبده قدير اللي في ايديه مقاليد الاحداث والامور قدير يقدر يحط على حياتي حمايه ونعمه. حتى لو سمعت عن ان مؤمنين اتصابوا بكورونا لو في مشيئه الله حتى لو سمعت لو في مشيئة الله إن حياة واحد من القديسين دول وخدمته على الأرض يعني لغاية هنا وانتهت ونقل إلى الأبدية ده مش شر. ده نقل إلى مكان أفضل. ليه اشتهاء أن أنطلق, أنطلق وأكون أي. مع المسيح ذاك أفضل جدا. بس أنا عايز أشجع ناس من المشاهدين وأقول له صدقني ليه خدمة. لسه في خدمة. لسه ليك خدمة. لسه ليك مشيئة قدام ربنا. انت مشغول بقضية انك هتموت. لسه العمر فيه بقية وخدمة. ايه الدليل؟ انه المرة التانية اللي قال فيها الرب ارفعوا عيونكم. قال ارفعوا عيونكم ان الحصاد كثير. يوحنا 4:35 الحصاد كثير والفعل قليلون. قليلون. فبدل ما ترفع عينك الوقت ده وتصحى الصبح تنشغل كورونا وعداد واسبانيا وامريكا ومصر واللي بيحصل. طب ما ترفع عينك اني حواليك حصاد كثير قوي. ربنا بيقول لك فيه ارفع سماعة التليفون صلى مع واحد مشغول. ارفع سماعة التليفون لواحد من عائلتك وقوله ربنا بيحبك وعايز يغيرك. يعني مش شرط بقى كنيسة دلوقتي واجتماعات وحاجات زي كده. ده ما دي اتقفلت اصلا يعني. يا قسيس الكنيسة قوية بالدرجة اللي فيها ما اتحبستش ولا منبر. الكنيسة قوية اني اقدر اخد منبري. واتحرك بيه في كل مكان في تليفون في ميديا في مقابلة في كلمة. واقدر اقول اذا قلت انه ما قبل الكورونا الحصاد كثير ففي زمن ده اللي الناس فيه محتاجة للرب اقول الحصاد كثير جدا جدا. ارفع عينك يمكن يبقى جنبيك في الشقة اللي جنبك سنبولة عايزة تتقطف. امين يا تحتيك في الشقة اللي تحتيك سنبولة عايزة تتقطف. عيلة جنبك مرعوبة منتظرك انك تروح وتقول لها انه ربنا يطمئنهم ناحيه الحاجه العظيمه الجايه اللي هناخدها بعد طيب في تشجيع لينا. تشجيع الاولاني انتصر. الثاني ارفعوا عنكم. الثالث نجاتكم تقترب. بجد اهو الكتاب. طب قول ازاي نجاتكم قول ازاي في نوعين من النجاه الرب اتكلم عنهم. نجاه قريبه وانا جاي بعيده. وانا بقول ان كل القديسين اللي انا بحترمهم واجلهم جدا وانا وقفت واحد منهم لما ابتدت الكورونا بداوا يحطوا عينين على النجاه القريبه. مزمور 91 انا سمعت كتير قوي الساكن في ستر هو حلو بصراحه.
ورائع ومشجع وعايزينه. انا سمعت كتير قوي بصراحه من دول بالذات يعني. طبعا طبعا. ومعظم الميديا سواء سوري اللي بالعربي ولا بالانجليش على قد ما كله بيتكلم على مزمور 91. فعلا فعلا. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، اقول للرب ملجئي حصن الهي، لانه ده اللي لانه ينجيك نجاتكم، لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. في كلمه الوباء الخطر تحت اجنحته تحت فده دي نجاة قريبه وعظيمه. اقدر اقول اقدر استخبى في الرب في قلب هذه الاحداث والله يصنع معايا نجاه. نجاه القريبه ان الرب ينجيني. بس عندي سؤال اعمق بعد الفكره دي، لو الوقت ده انا نجيت من كورونا، هل ده يعني انه العالم مش هيعدي لو الرب ادام في 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 اعمارنا واطال في في وتأنى في مجيئه كده يعني بلفظ كتابي كتابي اعمق وتأنى في مجيئه ومجيء الرب ممكن يجي وباء تاني. ده هو قايلين ممكن يجي وباء تاني، ده قايلين ان في حاجه تانية اخطر مش كده. انا قريتها يعني اكتر مش ممكن العالم اللي بيغلي دلوقتي من بعضه تحدث حرب تانية. لا وانت عارف يا اسيس جيركس تشم ريحتها اليوم طبعا دولة. طبعا معرفش ليه كده طبعا. ايوه بص على اسامي بلاد معينه بالمناسبه، بص على نظرات قاده العالم وهم بيتكلموا بيتنمروا فعلا واخد بال حضرتك. فاحنا عايزين نقول ايه، النجاه القريبه دي زي الفكره اللي احنا كنا بنقولها قبل الحلقه التمبرولي التمبرولي حاجه مؤقته النجاه دي مؤقته. لاني يعني انا بقول دايما لاخواتي القريبين مني، ربنا نجاني من الكانسر وحضرتك يعني شاهدت معايا الوقت ده اللي ربنا فيه اقامني من المرض، معجزه شكرا للرب. بس هل ده يعني اني انا عايش للابد؟ ربنا يديك طول العمر. لا في الحقيقه شكرا لمجاملتك الجميله، بس الحقيقه هيجي وقت والحياه تنتهي. فدي النجاه المؤقته، لكن في نجاه دايمه، نجاه حقيقيه. ايه بقى هي دي؟ نجاتكم تقترب. مجيء المسيح مجيء المسيح هو نجاة النهائيه. يعني النجاة المؤقتة دي مش هي البيت القصيد يعني، مش هي كويسة بس مش بيت القصيد. يعني هي كويسة وجميلة ووعد من الرب طبعًا. الرب قصده لينا طبعًا. بس احنا اتحبسنا في الحتة دي. لا احنا عايزين نقول في نجاة تقترب أبدية، ان مجيء المسيح اللي اصبح قريب جدا وعلى الابواب بيقول لي فكرة عظيمة، بيقول لي يا أسيس سمير انت ليك مكان في السماء، يا جرجس انت ليك مكان أبدي، ان نقد بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماء بناء. ها أنا آتي سريعا. الرب في يوحنا 14 قال للتلاميذ كلام جميل، قال أنا أمضي لأعد لكم مكانا، ومتى مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي، وحيث تكونون حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. هاليلويا. دي النجاة العظيمة، دي النجاة، دي النجاة يا أسيس، دي النجاة الحقيقية. أنه أنا بقدر أقول كل ما يحدث في العالم هذا الوقت وقتي، كل اللي بيحصل حوالينا وقتي. خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. فأنا عندي البيت الأبدي. وشجع عزيزي المشاهد وأقول له صدقني ليك مكان أبدي وبيت أبدي، لا في كورونا ولا فيروس ولا مرض ولا انزعاج، وسامسح الله كل دمعة من عيونه والموت لا يكون فيما بعد. مبارك اسم الرب، مجد للرب. طبعا أنا ما نفسيش يعني أقطع حديثك كتير، لكن لازم ناخد كام تليفون لأن يزعلوا مننا. لا ده لازم، لأن بقالهم وقت منتظرين يعني. سوري أنا الأسف إن كلامي. ربنا يباركك، لازم نكمل كمان الحديث ده معاك يا أسيس جرجس، ربنا يباركك. ألو ناخد تليفون. ألو أيوة أخي شهدي اتفضل. ازيك يا استاذ سمير؟ حلقه اولا بنعتذر، احنا اسفين جدا لانتظارك. اتفضل. مش حاجه، حلقه رائعه فيها الرب وفيها حضرتك والاسيس جرجس كابر. نشكر ربنا. على حسب ايمان البسيط يا استاذ سمير، فيروس كورونا ده حتى لو مصطنع عن طريق انسان، سامعني؟ ايوه سامعك كويس جدا. وابونا سامعك برضه. طيب نشكر ربنا، حتى لو مصطنع عن طريق انسان لكن بيسامح من ربنا، ليه؟ لأن الناس كل يوم بتزيد في الشرور، بتزيد في الشرور، بتزيد في الشرور، وهو الله كده لا يشاء أن يخلق أناس.
كان يقبل الجميع على طبعه. هو سمح بالفيروس ده عشان بيحبنا، سمح بالفيروس ده عشان يرجعنا عن طرقنا الرياضية، سمح بالفيروس ده عشان يخلينا نتوب ونرجع. ومعلش يا سيد سمير، بشوف انا ان كان اسرائيل ولا ايطاليا ولا البلاد الاوروبيه كلها بتصرخ وترجع لربنا، وانا شايف على حسب ايماني مصر بالذات ما بتصرخش، بتتسهر بالمرض الكورونا، بتنكت عليه، بتقول كلام كتير قوي. دي حلقه رائعه وربنا يبارككم. يباركك رب يا اخي شهدي. الله يخليك. وقال الاستاذ ولا الاخ جرجس معوض في ترنيمه، يمكن يجي حبيبنا اليوم، يمكن يجي دلوقتي. امين. يمكن امين. 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 امين يا اخي شهودي. ناخذ مون تاني كده بسرعه. الو الو، مين معايا؟ طيب انا بس عايز اقول، باين لنا خمس دقائق. في الخمس دقائق عايز اقول جمله ودي التحذير. ايوه اتفضل. التحذير الجمله اللي عايز اقولها يا اسيس، انه مين قال ان مصر ربنا مش شغال فيها؟ يعني تعقيبا بس، انا ولا اي حد ما اقدرش اشوف ما يجريه الرب في ما رحناش كل بيت احنا ولا كل شارع في الوقت ده، لكن عندي يقين ان الله يتمم مقاصده بصوره عظيمه. عشان كده عايز انقل اخواتي في انجيل لوقا اصحاح 21 واوصل للايه الجميله بتاعت عدد 34، بيقول فيها احترزوا اذا لانفسكم لما الضيق. ده التحذير بقى، التحذير ده، دي الفكره الثالثه. يبقى تقويم تشجيع وتشجيع والتحذير. احترزوا اذا لانفسكم، خلي بالكم، حط في قلبك قدام عينك دايما لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياه. الوقت ده ابليس بيزق خمار وسكر وهموم الحياه، يتحول. هو بيحذرنا لئلا ننشغل في الثلاثه دول، انشغل بالدرجه اللي فيها اسكر. الفكره بتاعت الخمر ايه؟ انه حد تعبان مثقل عنده ازمه فبيديله كوبايه خمر علشان ينسى، بس هو ما عالجش الموضوع، هو نساه دلوقتي، لكن الحقيقه هو بقي اكتر لما يفوق عنده ازمه اكبر، لان هيقوم يلقى مشكلته اكبر. فالكتاب بيقول ايه؟ خلي بالك قوي، اوعى الوقت ده بتاع الهم وناس كتير انا قلبي معاهم واقول بين قلبي زي ما كنت بقول في البدايه، فقدوا اشغالهم والمصانع وقفت ومحلات اغلقت وناس مش عارفه تصرف منين وناس مشغوله قوي، ناكل منين ونشرب منين؟ لا ده يمكن هيبقى الاصعب. طب وبعد ما نرجع الاقتصاد اللي ضاع ده هيحصل فيه ايه؟ فلو دخلت فيه خمار وسكر وهموم الحياه، هل انا نفسي اتخذت في الحته دي؟ ويفاجئني. بص حضرتك الكتاب المقدس ايه؟ ويفاجئهم. يفاجئهم ايه؟ يفاجئهم ذلك اليوم، او فيصادفكم ذلك اليوم. يعني وانا مشغول فجأة، بدل ما تبقى كل الاحداث دي بتنير وتفتح عيني وتقول ان مجيء الرب قريب على الابواب من فضلك فوق، انت ابن للرب زي ما كان كل اخواتي بيتكلموا، انت المسيح دخل قلبك وغير حياتك. فانجاز التعبير مش الهدف الكورونا، الهدف انت. انت في قلب الاحداث دي اديت حياتك للرب، والرب دخل قلبك واداك قلب جديد وحياه جديده وبقيت ملك للرب. فلو ده حصل، مجيء الرب هيبقى بالنسبه لك زي ما الكتاب قال في الجمله الجميله، نجاتك تقترب. فأناشد كل إخوات اللي بيحضرونا دلوقتي من أمريكا، من أوروبا، من أستراليا، اللي هيحضرونا النهاردة، أو من العرب، أو من إخوات اللي في مصر اللي بيحضرونا النهاردة ولا يحضروا الإعادة، راجع نفسك في الوقت ده. اوعى تكون الأحداث دي خدتك وكسرتك في نوع من الهم، غم عن عينك الهدف الأعظم. إيه هو؟ إن الله قصده في كل هذه الأحداث أنت. أنت أغلى مع قلب الرب، والله لا يشاء أنك تبقى في الجحيم. وزي ما قلنا في البدايه، الجحيم الابدي الله صنعه لابليس ولملائكته مش للانسان. طيب اسيس جرجس، لو انا قلت لحضرتك ان في عجاله او بسرعه تديني الخلاصه اللي اسيس جرجس عايز يوصلها لنا النهارده. جميل. للساده المشاهدين كلهم، لو هتبص الكاميرا بتاعتك تاخد لك كده دقيقه كده قبل ما نصلي مع الناس عشان الحاله الذعر اللي هم فيها دي. جميل. لو ينفع عشان لازم هنصلي مع الناس. جميل. اللي احب اقوله لكل اخواتي، من فضلك قوم حياتك واصبر. رقم اثنين،
ارفع عينك وتشجع، انتصب، فوق، قول لقلبك انه نجاتي تقترب، مجيء المسيح اقترب على الابواب، وده بالنسبة لي نجاة، فلازم ابقى منتصب ورفع دماغي. حاجة التالتة اقول لقلبي اتحذر، لو انا مؤمن ما سيبش الهم يكسرني وما سيبش الاحداث تكسرني، لكن ادخل عرش النعمة واتشجع. لكن الاهم 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 في الحلقة، لو انا بعيد عن الرب ارجوك ارجوك لاجل خاطر المسيح، اوعى الفرصة دي تضع منك. اقف مع نفسك وادي حياتك للرب، وبأبسط كلمات اقف قدام ربنا وقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ. امين يا رب. صنعت أمين من اجلي الوقت ده، غيرني وافتح قلبي واديني قلب جديد، هتسمع احلى جمله هاليلويا ممكن تتقالك في الوجود. امين. مغفوره لك خطاياك. طب نقدر نصلي لو في دقيقه كده قبل ما وتسيب لي دقيقه اختم طبعا. احب أمين. كده امين. طب صلي لنا كده بجد، صلي أمين. يمكن ناس من المشاهدين احبائي تصلوا مع جناب القسيس، يعني حتى لو انا ما اعرفش تبيتك ايه واخبارك ايه، يعني خلينا نصلي النهارده. امين. اتفضل يا ابونا. يا رب بشكرك من كل قلبي، لان كل قلبي مليان انك صانع خيرات مع شعبك. يا رب اشكرك لاني من كل قلبي اعرف ان مقصدك خير ورحمه. زي ما كنا بنتكلم النهارده، وعينا النهارده يا رب، وادي لقلوبنا صبر في الاحداث الصعبه، ولا سيما اخواتي اللي بيمروا في امور ضيقه ومؤلمه ومتعبه، لكن من فضلك ارفع كل راس محنيه يا رب. ارفع كل راس انحنت في هذا اليوم، ارفع كل عينين يا رب انكسرت باسم الرب يسوع. ادي لشعبك يقين وقناعة وفهم ان نجاتنا تقترب. اشكرك من كل قلبي لان مجيئك صار قريب على الابواب يا رب، هتيجي تاخدنا لبيتنا الابدي يا رب. بصلي من كل قلبي احفظ شعبك من الانكسار في الهم، احفظ المؤمنين من الخوف، احفظ مؤمنيك وشعبك من الفشل والاحباط. ارفع العيون الوقت ده يا رب، بصلي من كل قلبي الوقت ده يكون اصلاح لبيوت منقسمه، شفاء لقلوب مكسوره وتعبانه. لكن يا رب صلي من كل قلبي، كل بعيد عنك بيسمعنا دلوقتي، كل شخص لم يختبر محبتك، كل حد مقيد في سجارة وتدخين وإدمان وشر ونجاسة، وإنت بتحذر قلبه من خلال الأحداث دي، فوقه النهاردة. ينفع عزيز المشاهد ترفع عينك وتقول للرب كده معايا، افتح قلبي يا رب، اديني قلب جديد يا وحياة جديدة، فوقني انقذني باسم الرب يسوع من غفلتي. يا رب اقترب الى اذني وقل لي ان غالي عليك، وقل لي يا رب انه يا رب مغفورة خطاياي ليا. يا رب اصلي من كل قلبي كثيرين في هذا اليوم يتيقنوا انك حبيتهم ومت من اجلهم وكتبت اسمائهم في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، وينالوا هذا اليقين في هذا اليوم إن غفرت خطاياهم في اسم آمين. المسيح. آمين. أبونا ربنا يباركك. شكرا. الوقت جميل معاك وبيخلص بسرعة. عدى وقت بسرعة. بجد ربنا يبارك. نشوفك مرة تانية إن شاء الله، وربنا يدينا وقت جميل كده. وأنا بشكر كمان الأخ رامز بخيت. بشكره جدا جدا لأجل كمان لغة الإشارة وترجمة الحلقة. بشكركم أعزائي لحسن متابعتكم لينا. أرجوكم تواصلوا معنا واكتبونا زي ما قلت لكم. لو عايزين لغة الإشارة مرة تانية برامجنا بليز اكتب، سواء على صفحة الكرمة أو على صفحة جواتك. أهلا وسهلا بيكم، ومع الحلقة الجاية يوم الخميس ضيف مميز برضو جميل. يعني ربنا يباركنا بركة غير عادية. اتشجعوا. أنا الكلمة دي عجبتني قوي بصراحة. ارفعوا رؤوسكم. ارفعوا رؤوسكم. نجاتكم تقترب. نجاتكم تقترب. أرجو إني قبل ما أسيبكم أقول لكم تصبحوا على خير، أرجوكم من فضلكم أوعى تنسوا الثلاث كلمات دولة. أمين. ألتقي بكم الأسبوع القادم يوم الخميس الساعة 10 مساء، وإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله.